مرحبا يا اخوي. خليك 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 الف الحمد لله على السلامه. انت وين تقضيه؟ كيف الصحه؟ ان شاء الله بخير. الف الحمد لله على سلامتك. هون عم تناموا؟ نحن فخورين فيك. الله يخليك. هون عم تناموا؟ ايه. وين بيتكم؟ ليش؟ فوق السادس. بالسادس؟ إيه؟ نزل شيء؟ نهد شيء؟ الحمد لله ما في شيء، بس جنبها مهددة. إيه؟ اليوم اجوا طبعا السلامة العامة. إيه؟ قالوا لعيالي انه هلا شيء بس هيك يخلوا البناية. هاي بدهم يفضوها يعني. بدي يفضوها الجنة صفي خطورة عليها. كم ولد عندك؟ الله يخليك ولد. عندي بنتين وهدول. بنتين مأمنهم شان الشارع وهدول. بنتين وهدول. أنت شو اسمك؟ حسن. حسن يا حسن، شقد عمرك؟ 13. 13؟ إيه. حسون عم تاكل سندويش مرتديلا؟ ايه. الف صحة وهنا. الحمد لله. هي 500,000. الله يرزقك. اللي نزلني من السيارة هو انت. الله يرزقك. هاي الضحكة. بارك الله. هي هدية مقدمة من الناس لبعض. بارك الله فيك. سلام عليكم. الله يعلي جاهك. سلام عليكم. شو صار معي؟ أنا بيتي اللي طب. بيتي اللي طب. وين بيتي؟ عن جمال الخضر. وينها؟ بصلاح الدين؟ صلاح الدين عن جمال الخضر. طابق سادس. شو صار؟ طابق سادس؟ شو صار؟ احكي لي. كنا نايمين وفقنا على هزة البناية، هزة قوية قوية ماكنة، ونايمة أنا وأولادي الصغار، معي أربع أولاد. إيه. فوق الأولاد صاروا يصيحوا أمي أمي مرعوبين، وأنا عندي الصغير قدامي عمره 7 سنين. قلت لهم ارقدوا، رقدوا، وشلت أنا الصغير ورقدت. دي ينزلوا لتحت، قلت له لا تنزلوا، فتحنا الباب البيت بدنا نرقد ننزل، قلت له لا تنزلوا، طلعوا على السطوح اقرب، طلعنا انا اقرب، قلبنا على سطوح الجيران، الله رجعنا. من سطوح بنايتك؟ لسطوح الجيران. انت طابق سادس، فقلتي احسن ما انزل لتحت؟ لا، لو نزله ما بلحق بعمري، بعمري، ثواني كانت البنايه هيبقى، ثواني كانت البنايه هيبقى. ثواني ما يعني الهزه الاولى هبطت بالهزه الاولى وثواني يعني ما اكلت دقيقه. طلعتوا على السطوح؟ طلعت على السطوح راسا. نطيتي على السطوح الثاني؟ نفدت ولادي على السطوح، رقدت وراهم انا كمان. كان طيب بالبناية؟ كانت رايحه على البناية، هبطت حالا يعني ثواني. طيب انت هلا وين قاعده؟ بصاله الملعب. امور منيحه جوا؟ يعني الحمد لله. كم ولد قلتي لي عندي؟ عندي 6. ابني الكبير عسكري وبنتي مجوزته، وعندي 4 بالبيت. جوزك وينه؟ جوزي متوفي. الله يرحمه يا رب. هي 500,000. الله يرزقكم يا رب. من برنامج الناس لبعضها. الله يرزقكم يا رب. أحسب تسند جرة مثل ما بيقولوا. ايه. الحمد لله على سلامتك وبرافو عليكي، هذا الشيء اللي عملتيه انه خطر لك هيك بهلا. يعني الحمد لله، يعني انا احمد ربي اللي الله نفذ لي هالولاد، بتسوى الدنيا وما فيها يعني. الحمد لله، الحمد لله نفذ لي اولادي. يلا هي السلام عليكم. بتكفي. السلام عليكم.